السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأحمد الله عز وجل أن يسر لنا تتمة اللقاء فيما بيننا لمدارسة هذا الكتاب العظيم وهذه الرسالة النافعة للإمام المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث وفي الانتصار لطريقة أهل الحديث الأثرية في باب الاعتقاد. و يعني هذا يتماشى مع بعض الدروس التي قد أو الدروس التي اشتغلنا بها سواء في كتاب الشريعة للآجري رحمه الله أو ما تلاها من محاضرات ودروس بين الفرق بين الطريقة الأثرية وطريقة أهل الكلام في دراسة الاعتقاد. وقد أثار الحافظ الإمام أو الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله شبهة أهل الكلام في مسألة لماذا يلجؤون إلى اعتبار مسائل العقليات دون النقليات، وذلك لأن النقل ليس محل ثقة، ولأن النقل عندهم هو محل ظن، والعقائد كلها تبنى على اليقينيات، فحينئذ لا يمكن الاعتماد على النقل لأنه ظني في إثبات ما هو يقيني. ولا شك أن كلتا هاتين المقدمتين خاطئتين، إذ ليست كل مسائل الاعتقاد هي يقينيات، بل كثير بل أكثرها وفي غالب الظن. وليس بصحيح أن الأخبار كلها تفيد الظن، بل أو أخبار الآحاد على وجه الخصوص، بل منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن، ومنها ما يقطع بعدم صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يقطع بصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهي ليست على باب واحد، و الآن سيبدأ هو بتفصيل الجواب بعد أن استطرد رحمه الله تعالى في الكلام عن سبب ظهور مثل هذه المقالات من الانشغال بالجدل والمناظرات، وبعد أن تكلم عن ضرورة عن ذم الكلام وذم اتباع الكلام والهوى، وفي حقيقة ما يدعونه من اتباع العقليات هي ليست عقليات، بل هي في حقيقتها أهواء وآراء وظنون، وهي ليست من بعيد قريب تساوي أو تأتي قريبا من دلالات النصوص الشرعية من نصوص الأخبار الآحاد، وليست هي حتى في بالنظر حتى العقلي المجرد، ليست هي من الآراء العقلية والأقوال والشواهد العقلية الصحيحة التي يسلم لها فضلا عن أن تدعى أنها يقينية، وليست بقريبة أبدا مما كان عليه سلف الأمة، فإنهم كانوا أعمق هذه الأمة علما وأكثرهم فقها وأسدهم رأيا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد طوف بجملة من الآثار حول هذه المعاني، والآن بدأ يفصل الجواب عن أصل الشبهة. فقال رحمه الله وعنون يعني الناشر لهذه الرسالة بعنوان حجية خبر الواحد. نعم، من قارئنا اليوم؟ شيخ، سؤاله كان متى السنين الشيخ كتب هذا الكتاب؟ بعد قريب يعني؟ شلون يعني؟ يعني من قريب، يعني الكتاب يعني مكتوب من قريب أو من بعد الأجري بسنين أو بعد الشيوخ اللي قرأنا فيهم؟ لا، الإمام أبو مظفر السمعاني رحمه الله تعالى من علماء القرن الخامس الهجري. ولد عام 426 426، بارك الله فيك. فهو من علماء القرن الخامس الهجري رحمه الله تعالى. نعم،
بسم الله، من قارئنا؟ لحظة شوي. يعني الأجري توفي 360، 360 رحمه الله تعالى، والسمعاني رحمه الله توفي 480 وكسر، 490 تقريبا، 489، فهذا بينهما يعني من 360 120 سنة. عظيم عظيم، جزاك الله خير. وإياكم شاء الله. طيب، ما عندنا اليوم قارئ، نقرأ نحن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام أبو مظفر السمعاني رحمه الله تعالى: ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق، إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل من النظر والاعتبار. رأس شغب المبتدع، يعني هذا هو غاية ما يشغبون به، غاية ما يعترضون به، يلبسون به المبتدع. فنقول: وبالله التوفيق، إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة، شوف الكلام الدقيق، إذا صح عن رسول الله، مش كل خبر، ليس كل الآحاد تذكرون كلامنا، ما حد يقول في الدنيا أن الآحاد كذا بإطلاق مقبولة، فالآحاد منها ما هو صحيح وضعيف وموضوع. قال: إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يجب العلم فيما سبيله العلم. يا سلام، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم، فيما كان من قبيل العلم. هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثبت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. إذن هناك كثير ممن قال بهذا الكلام لا يقصد النتيجة التي توصل بها أهل الكلام في هذه التقرير. يعني لما قرر بعض العلماء أن الأخبار تواتر تفيد العلم، وأن الآحاد لا يفيد العلم بل يفيد الظن، ما كان بالضرورة النتيجة الناتجة عن هذا التقسيم هو رد النصوص المتعلقة بالعقائد. ليس كل من قال بتقسيم الأخبار بهذه القسمة يلزم من أنه يقول بردها في العقائد، ليس بالصحيح. واضح؟ فهو يعتذر لهؤلاء الأئمة الذين تلقوا هذه القسمة وشيء وأشاعوها، لأنهم ما فهموا مقصود من ابتدأ هذه القسمة من القدرية والمعتزلة، وقصدهم من ذلك رد النصوص. هذه معلومة مهمة جدا في تدوين تاريخ هذه المقولة، ومن أعظم طرق الرد على هذا القول أن الأخبار الآحاد بالإطلاق كذا ليست حجة في العقائد، أن هذا القول مخترع، قول ما اخترعته القدرية والمعتزلة. ما نشأ في بيت أهل السنة والجماعة،
ما نشأ في البيت السني، ما نشأ في المدرسة التي كان عليها سلف الأمة والأئمة الكبار، بل نشأ في مدارس المبتدعة والضلال. طيب، ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم. ليش لو أنصفت الفرق؟ لو كان عندها إنصاف لقالت بأن خبر العلم يجب الواحد يجب العلم. ليش ما عندهم إنصاف؟ انتبه ماذا يقول. فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. يا سلام، يقول يعني لو أنتم منصفين أنتم أنفسكم تستدلون على عقائدكم بأخبار الآحاد، واضح؟ فكيف أنتم تستدلون بها على عقائدكم وحينما نقر بها نحن العقائد السلفية الأثرية تقول هذه أخبار آحاد؟ ويجيب لك الأمثلة. ترى أصحاب القدر يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وبقوله خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. طيب، إذن هذا كلها من الأحاديث الآحاد. وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا وإن زنى وإن سرق، قال نعم وإن زنى وإن سرق. وترى الرافضة يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم يجاء بقوم من أصحابي فيسلك بهم ذات الشمال، فأقول أصيحابي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم. وترى الخوارج يستدلون بقوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وبقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل بها أهل الفرق. ومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد. وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله عز وجل وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين المذنبين من النار، وفي صفة الجنة والنار، وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، وفي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليه، وكذلك أخبار الرقائق والعظات وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره. كل هذه إيش الرابط بينها؟ أنها كلها من مسائل العلم ليس من مسائل الفقه، يعني كلها مرتبطة بمسائل اعتقادية. يعني أن تعتقد أن هناك نبي اسمه يونس بن متى، وأن تعتقد مثلا أن موسى عليه السلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الكثيب الأحمر أو عند الكثيب أو مات عند أسوار القدس، كل ما جاء في أخبار الأنبياء المتقدمين. والرقاق والعظات ما جاء في الرقائق مما مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل كذا حصل له من الثواب كذا، ومن فعل كذا حصل له من العقاب كذا في يوم القيامة، إن الكافر درس الكافر كجبل أحد في النار، أو الجنة فيها أنهار، أو خيمة من لؤلؤة طولها كذا وذرعها كذا، وكل ما جاء في وصف الجنة وصف النار وصف القيامة، معناه كل هذه أحد ولا تقبل. وهذا بصحيح، بل العلماء تواردوا على رواية هذه والأحاديث القدر وغيرها ومن غير النكير. وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية. طيب، وإنما تروى لوقوع علم السامع بها. فإذا قلنا إن خبر الواحد بها لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هادين مشتغلين بما لا يفيد أحدا شيئا ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. وربما يترقى هذا القول إلى أعظم من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة وينقلوه عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي. نعوذ بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح. إذن هذا أيضا دليل آخر، وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم في قبول أخبار الآحاد وإجماع الصحابة على ذلك، فإنه كان يرسل أحد الصحابة لتعليم الناس الدين، معناه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معاذ الله
ومعاذا يعني، ولا يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولا ينسب إليه هذا، أنه كان يفعل ما فيه إضلال للخلق بإرسال الوحي وما لا تقوم به الحجة. قال: ويدل عليه أن الأمر مشتهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل إلى الملوك، إلى كسرى وقيصر وملك الأسكندرية وإلى أكيدر دومة وغيرهم من ملوك الأطراف، وكتب إليهم كتبا على ما عرف ونقل واشتهر، وإنما بعث واحدا واحدا ودعاهم إلى الله تعالى وإلى التصديق برسالته لإلزام الحجة وقطع العذر لقوله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد وقوع العلم لمن أرسل إليه بالإرسال والمرسل، وأن الكتاب من قبله والدعوة منه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الناس كافة، وكثير من الأنبياء بعثوا إلى قوم دون قوم، وإنما قصد بإرسال الرسل إلى هؤلاء الملوك والكتاب إليهم بث الدعوة في جميع الممالك ودعاء الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله تعالى بذلك. فلو لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور الدين لم يقتص صلى الله عليه وسلم على إرسال واحد من أصحابه بهذا الأمر. وكذلك في أمور كثيرة اكتفى بإرسال الواحد من أصحابه، منها أنه بعث صلى الله عليه وسلم عليا لينادي في موسم الحج بمنى: في موسم الحج بمنى ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كانه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فمدته إلى 4 أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ولا بد في هذه الأشياء من وقوع العلم للقوم الذي كان يناديهم، حتى إن أقدموا على شيء من هذا بعد سماع هذا القول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبسوط العذر في قتالهم وقتلهم. وكذلك بعث معاذا إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم إذا أجابوا الشرائع، وبعث إلى أهل خيبر في أمر القتيل واحدا يقول لهم: إما أن تؤذنوا بحرب من الله ورسوله، من الدية يعني. وبعث إلى قريظة أبا لبابة بن عبد المنذر يستنزلهم على حكمه، وجاء أهل قباء واحد وهم في مسجدهم يصلون، فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام، فانصرفوا إليه في صلاتهم واكتفوا بقوله. ولا بد في مثل هذا من وقوع العلم به. وهذا المثل اشتهر جدا عند هذا المثال وهو تحويل القبلة، اشتهر جدا عند أهل العلم، ومن أسباب انتشاره أنه ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتتابع العلماء على نقله بعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الطلائع والجواسيس في ديار الكفار ويقتصر على الواحد في ذلك، ويقبل قوله إذا رجع، وربما أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله وحده. يعني لو قال لهم هؤلاء كانوا كفار ولا يصلون ولا يؤذنون أغار عليهم، هذا قول واحد، معناه هذا الواحد قوله أفاد العلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن تدبر أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته لم يخفى عليه ما ذكرنا، وما يرد هذا إلا معاند مكابر. ولو أنك وضعت في قلبك أنك سمعت الصديق أو الفاروق أو غيرهما من وجوه الصحابة يروي لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الاعتقاد، مثل جواز الرؤية على الله تعالى أو إثبات القدر أو غير ذلك، لوجدت قلبك مطمئنا إلى قوله، لا يتداخلك شك في صدقه وثبوت قوله. وفي زماننا هذا ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه ويعتقد فيه التقدمة والصدق أنه سمع أستاذه يخبره عن شيء من عقيدته التي يريد أن يلقى الله تعالى بها ويرى نجاته فيها، ويحصل للسامع علم بمذهب من نقل عنه أستاذه ذلك، بحيث لا يختلجه شبهة ولا يعتريه شك. وكذلك في كثير من الأخبار التي قضيتها العلم توجد بين الناس فيحصل لها العلم بذلك الخبر، ومن رجع إلى نفسه علم ذلك. واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب وللظن والتجوز فيه مدخل، لكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته وأيامه مشتغلا بعلم الحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة، ليقف على رسوخهم في هذا العلم.
وكنه معرفتهم به وصدق ورعهم في أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل وما بذلوه من شدة العناية في تمهيد هذا الأمر والبحث عن أحوال الرواة والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها. لقد كانوا رحمهم الله وأنزل رضوانه عليهم بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا بكلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوهم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم وأدوا على ما أدي عليهم، وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن ما يجل عن الوصف ويقصر عن دونه الذكر. وإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه، ولم يحتج إلى شيء من هذا الذي قلناه، والله ولي التوفيق والمعونة. وهذا كلام صحيح 100%، وقد بنى عليه ابن القيم وغيره. تذكرون لما تكلمنا عن مسألة الآحاد والتواتر، وأن العلم الذي أدي هذه الأحاديث بالنظر إلى من هم رواة الحديث، هذا يختلف من الذي له علم بالحديث والذي ليس له علم بالحديث. الجاهل لا عبرة به، وعامة المتكلمين لا عبرة ولا دراية لهم بالسنة النبوية وكيف حفظها الله. في الأسبوع الماضي الأحد الماضي كان لنا مجالس يعني طويلة نوعا ما في التعليق على كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نخبة الفكر، وكان يعني بعضكم موجود في هذه المجالس، وتذكرنا شيئا من علوم الحديث ويعني الجهد العظيم الذي بناه العلماء والدقة العجيبة التي ذكرها العلماء. ما في شيء يخفى عليهم رحمه الله تعالى، وكان عندهم من العناية والدقة يعني تتعجب. ذكر لهم مثال مثلا، يعني يعرفون مثلا رواية هؤلاء العلماء ولو كانوا أكابر، يعرفون متى تقبل ومتى لا تقبل، ومتى تكون فيها شك، ومتى يكون فيها هو سمع هذا الحديث من هذا أم لا، هل اختلطت عليه الرواية أم لا. عندهم من الدقة والسؤالات والتدقيق وعلم العلل شيء يجع رأسك مما تتأمل هذا العلم. تعرف أنهم يعني عندهم من الدقة والعناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والتدقيق عليه والتدقيق على الرواة ما لا يتصوره الإنسان أحيانا. ذكرت لهم مثلا قصة بشير لما حمل صحفا كتبها، ولما كان يكتب وفرح بهذه الأحاديث التي رواها عن الزهري وطارت أوراقه صار حديثه عنه ضعيف. العلماء حفظوا أن أحاديثه فقط عن هذا العالم ضعيف لأنه ما استطاع أن يحفظها وما تذكرها. تجمع العلماء يقول مثلا رواية مالك وهو إمام الأئمة الكبير في هذا الحديث بعينه غير مقبولة لأنه خالف مجموع الثقات. تجد مثلا يقول لك لا، هذا الحديث حدث به الزهري بالوصل، لكن في الحقيقة فيه رواية من أخص تلاميذه قال لا الزهري قال حدثت، فتبين أن هذا الحديث فيه علة. كل الروايات تقول بالتصريح إلا في رواية اكتشفنا أنه لم يكن تصريحا إنما كان فيه واسطة، فحينئذ قالوا أن هذه الرواية محل كلام. لما قيل أن محمد بن السائب الكلبي هذا كذاب يضع الحديث، كان يخلطون أسماء، يعني لو قالوا أن له يمكن قرابة 100 اسم يستخدمها نصوا عليها واحد الأسماء التي كان يستخدمها ويكشفونه. وإذا قالوا الكذابين ماذا عددنا لهم؟ التواريخ نعرف متى لقيه ومتى ما لقيه. تعجب تقرأ مثلا في كتب التواريخ، لما تقرأ كتب التواريخ في علم الحديث مو بتاريخ يعني زي البداية والنهاية ويحكي قصص وأخبار، لا، لما تفتح كتاب التاريخ البخاري وغيره ما يتكلم عن التاريخ بمعنى history، لا، تاريخ الرواة، تاريخ أصبهان مثلا بغداد. تجد التراجم، هذه التراجم من العلماء دخل بغداد عشان تعرف هل فعلا هو لقي هذا العالم ولا لا في رحلته إلى بغداد، هل كان العالم اللي يروي عنه موجود في بغداد وقته ولا كان في الحج.
هل كان موجود في غير كتب كتب التراجم؟ هذا كتب التواريخ شيء، كتب التراجم شيء أيضا، في كتب كده اسمها التواريخ تعتني بضبط تواريخ الوفاة والولادة وتاريخ اللقية، حتى يضبطون العلماء من خلالها من رأى من ومن سمع من من. هذه الدقة العجيبة لا ليس لها يعني، كلها مما وسخره الله لحفظ دينه. وذلك الذي يتجرأ على أن يقول بس هذه الحديث لا توثق وكذا، يهدر هذا العلم برمته ويهدر ولا كان له قيمة، ولا يفعل هذا إلا جاهل، لا يعرف حقيقة ما صنع أهل الحديث وعلماء الحديث في صيانة السنة النبوية. وذلك لما هذا ابن أبي مريم قال على المهدي، قال وضعت 4000 حديث، أظن ابن أبي مريم أو غيره، قال لك وضعت 4000 حديث لا تقتلني حتى أبينها لك ما هي. قال ابن المبارك يعيش لها الجهابذة، ما نحتاجك، يعيش لها الجهابذة، يعيش لها العلماء الكبار يعرفونها، لا تخاف ما نحتاجك. فهذه قضية جميلة جدا حقيقة إبرازها من الإمام السمعاني رحمه الله تعالى. نعم، ما زلنا ما عندنا قارئ، خبس تملون مني أقرأ وأعلق. يلا بسم الله. قال من علامات الفرقة الناجية اتفاقهم على أصول الدين ومسائل الاعتقاد، والذي يزيد ما قلناه إيضاحا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي، بمعنى كان على ما أنا عليه وأصحابي، فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس طريق معرفته إلا النقل، فيجب الرجوع إلى ذلك. يا سلام، يعني ما يمكن تعرفه من طريق العقل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لابد من طريق النقل، فإذا النقل حجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنازع الأمر أهله، فكما يرجع في معرفة مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه، ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة، ويرجع في معرفة النحو إلى أهل النحو، فكذلك يجب أن يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أهل النقل والرواية، لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والتفحص عنه ونقله، ولولاهم من درس علم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف أحد على سنته وطريقته. فإن قال قائل إن أهل الفقه مجمعون على قول الفقهاء وطريق كل واحد منهم في الفروع، وأهل النحو مجمعون على طريق البصريين والكوفيين في النحو، وكذلك أهل الكلام مجمعون على طريق كل واحد منهم من متقدميهم وسلفهم، فأما ما يرجع إلى العقائد فلم يجتمع أهل الإسلام على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل كل فريق يدعي دينه وينتسب إلى ملته ويقول نحن الذين تمسكنا بملة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعنا طريقته، ومن كان على غير ما نحن عليه فهو مبتدع صاحب هواء، فلم يجز اعتبار هذا الذي تنازعنا فيه بما قلتم. الجواب أن كل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم يدعون شريعة الإسلام ملتزمون في شعائرها، يرون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام وأن الحق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعتقده وينتحله، غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الحديث. وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه، لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم،
فطلبوا الدين من قبله فإذا سمعوا شيئا من الكتاب، يعني من قبل هذه الخواطر والآراء، فإذا سمعوا شيئا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه، فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستنكرة، فحادوا عن الحق وزاهوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون. وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله عز وجل حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه ووقفهم عليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم. وهذه طريقة مهمة جدا تميز الطريقة الأثرية السنية عن الطريقة الفلسفية الكلامية، وهو أن إذا عارض الإنسان عارض أو خاطر أو رأي ورآه يخالف الكتاب والسنة لا يحاول يؤول النصوص لتوافق رأيه، بل يترك رأيه للكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يري الحق وقد يري الباطل. وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني، وهو واحد زمانه في المعرفة، وهو من العباد رحمه الله تعالى. قال هنا في الحاشية أنه توفي 205، داريا من قرى الشام، لعل اليوم غوطة الشام، لعل هذه درعة اليوم. على كل حال قال: ما حدثتني نفس بنفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة، فإن أتى بهما وإلا رددته في نحره، يعني في نفسي، أو كلام هذا أو كلام هذا معناه. ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. يا سلام، لا يتواطؤون يعني. وهذا يرد دعوى المعترض في أول الأمر، يقول لك أن العقائد مختلفة، اللي اختلفوا أهل البدع، أما أهل السنة عقائدهم واحدة مع اختلاف الأزمان والبلدان. يقول: يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل. يعني شوف الكلام هذا بينه وبين ابن القيم وابن تيمية رحمه الله مئات السنين أو أكثر من 100 سنة، وكانك تقرأ لابن القيم أو لابن تيمية وتقرأ هذا الكلام، كانك تقرأ للشافعي قبل 200 سنة أو أحمد. كل العقائد وأهلها السنية الأثرية واحدة. قال: بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء في من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع، هل هم متفقين؟ لا، رأيتهم متفرقين مختلفين وشيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة بالاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جار. صحيح، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أو ما سمعت أن المعتزلة ما اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين والبصريون منهم البغداديين، ويكفر أبو أصوى يكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي،
وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. يعني الشيعة تكاد تكون 50 فرقة، إن لم يكن جميعها فأكثرها، يكفر بعضهم بعضا. الإسماعيلية يكفرون الدروز، والدروز والباطنية يكفرون الشيعة، والجعفرية تكفر غيره، وهكذا أكثرهم على التكفير بعضهم بعضا. وكان السبب في اتفاق، فضلا عن تكفير غيرهم، وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف. يا سلام. وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قل ما يختلف، وإنما اختلف في وإن اختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. وأما دلائل العقل فقل ما تتفق، بل عقل كل واحد يري صاحبه غير ما يري الآخر، وهذا بين والحمد لله. يعني إذا قلنا سنأخذ المعقولات، بأي عقل نقيس الكتاب والسنة؟ عقلي ولا عقلك ولا رأيي ولا رأيه؟ هذا مدعاة للاختلاف والتفرق. ولذلك ابن تيمية له كلمة مشهورة، ولذلك يقول قرنت السنة بالاجتماع فيقال أهل السنة والجماعة، وقرنت البدعة بالافتراق فيقال أهل البدعة والفرقة. نعم. وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مذاهب الفروع اختلاف العقائد في الأصول. وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مذاهب الفروع اختلاف العقائد في الأصول. فإنا وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده اختلفوا في أحكام الدين فلم يتفرقوا ولم يصيروا شيعا، لأنهم لم يفارقوا الدين، ونظروا فيما أذن لهم فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل كثيرة. إذن في الفروع حصل بينهم اختلاف، لكن هذا الاختلاف في التنزيل، أما في الأصول التي بني عليها هذا الاختلاف لا متفقين. يعني حتى الخلاف الفقهي الذي وقع بين الصحابة والآراء التي وقعت بين الصحابة ليس مرجعها إلى اختلاف في الأصول. واحد يقول لك مثلا الحديث الأحد حجة والثاني ليس بحجة، واحد يقول لك السنة حجة والثاني ليست السنة ليست حجة، لا، أو واحد يقول لك الناسخ والمنسوخ هذا يؤخذ به ولا يؤخذ به، ما حد يقول هذا الكلام، كلهم من حيث الأصول التي بني عليها متفقين. قال مثل مسألة الجد والمشركة وذوي الأرحام ومسألة الحرام وفي أمهات الأولاد وغير ذلك مما يكثر تعداده من مسائل البيوع. مسألة الحرام كما قال المعلق، يقول لزوجة أنت علي حرام. طيب. وكذلك في مسائل كثيرة من باب الطهارة وهيئات الصلاة وسائر العبادات فصاروا باختلافهم في هذه الأشياء محمودين. وكان هذا النوع من الاختلاف رحمة من الله لهذه الأمة، حيث أيدهم باليقين ثم وسع على العلماء النظر فيما لم يجدوا حكمه في التنزيل والسنة، فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح، وبقيت بينهم أخوة الإسلام ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. فلما حدثت هذه الأهواء المرديات الداعية صاحبها إلى النار ظهرت العداوة وتباينوا وصاروا أحزابا، فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة. وهذا صحيح، من ينظر في التاريخ يجد أن هذا الكلام سليم. تجد أن الأئمة الأربعة تلاميذهم، خاصة لما تنظر مثلا تاريخ الشوافع والأحناف، تجد أن الإمام أبو حنيفة وتلاميذه والشافعي وتلاميذه ومالك وتلاميذ كبار ومتعابين ومتعالفين فيما بينهم، وأحمد وتلاميذه. أحمد قرأ كتب يعني الأحناف وأهل الكلام في العراق، أهل الرأي في أهل الرأي من الأحناف، الشيباني، محمد الحسن الشيباني وغيره، في أول حياته رحمه الله تركها وأخذ بعد ذلك في الأثر واشتغل به. لكن تجد الأخوة والمحبة والود بينهم والتصافي والاختلاف الذي لم يجعلهم متفرقين متناحرين متباغضين، واضح. لكن انظر إلى أرباب هذه المذاهب لما اختلف الجيل وجاءت أجيال بعد ذلك، تأثرت بالاعتزال وتأثرت بالمذاهب الكلامية. لما تقرأ في التاريخ تقرأ شيء عجب، تقرأ الحروب، تقرأ السبي،
تقرأ من يقول لك مثلا أن يجوز الزواج من كتابية ولا يجوز الزواج من شافعية، يعني واحد من كبار الأحناف يقول مثل هذا الكلام في من أزمنة المتأخرين، يقول الشافعية لا يجوز الزواج منها أما الكتابية هي يجوز، ولا واحد مثلا يقول لا تصلي خلف شافعي أو خلف حنفي إلا للضرورة، أو بعضهم يقول تعيد صلاتك. وصاروا عندهم 4 محاريب يصلون، 4 جمع، 4 جماعات، 4 مؤذنين، إيش هذا التفرق؟ أو 4 إقامات ومحاريب، شيء يعني عظيم. هذا متى حصل فيهم؟ لما انتشرت البدعة في أرباب المذاهب، البدعة الاعتقادية. هذه لفتة جميلة في الحقيقة من الإمام السمعاني رحمه الله تعالى. فهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما حدثت من المسائل المحدثة التي ابتدعها الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا ويرمي بعضهم بعضا بالكفر. فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس فتفرقوا واختلفوا، فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا تفرقا، وبقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة. علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها، والأخذ بقول من تلك الأقوال لا يوجب تبديعا ولا تكفيرا، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة. وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع، وربما ارتقى إلى التكفير. علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها ويعرض عن الخوض فيها، لأن الله شرط في تمسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك إخوانا. فقال تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإن قال قائل، قبل ما نقول أكمل، عندي يعني قاعدة جميلة ممكن نستنبطها من كلام الإمام رحمه الله، يعني أود منكم أن تحفظوها. طيب، الاختلاف المحمود والاختلاف المذموم، كيف تعرف الفرق بين الاختلاف المحمود والاختلاف المذموم؟ بالنظر إلى أمرين كما أشار المؤلف هنا، سبب الاختلاف والثاني نتيجة وأثر الاختلاف. ما هو السبب الذي دعا إلى الاختلاف؟ إن كان النظر الصحيح في الأدلة فهذا الاختلاف مقبول وليس مذموما، هذا أتى بدليل من الكتاب والسنة وهذا أتى بدليل، هذا استدل بدليل صحيح وهذا هذا استدلاله، طريقة استدلاله الصحيح وهذا طريقة استدلاله الصحيح، لكن أتوا إلى نتائج مختلفة، فهذا الخلاف لا شيء فيه. هذا استدل بنص، هذا استدل بنص، هذا استدل بالإجماع، هذا استدل بعمل السلف، وهذا استدل بعمل بحديث، كلها من الأدلة المعتبرة، واضح. لكن لو كان سبب الاختلاف هو التعصب، ولو كان بجلي سبب الاختلاف حقيقة التعصب المذهب، ليست قضية إلا أكثر الأقل التعصب للعرقية، نقول أن هذا اختلاف مذموم لأن سببه باطل. الكبر، أنا لا أريد أن أوافقك، هذا اختلاف مذموم. كل أنواع الاختلاف، مش حتى في الفقه ولا في الدين، أي واحد يخالف يصير إذا كان سبب المخالفة صحيح قبل، إن كان السبب الداعي للمخالفة باطل فهذا الاختلاف باطل ومذموم. الأمر الآخر الذي لا بد من النظر إليه هو إلى ماذا يؤدي الاختلاف. إن كان الاختلاف مبنى على دليل صحيح ومنهجية صحيحة ونية صالحة وسبب صحيح 100%، لكن نتيجته ما هي؟ العداوة والبغضاء والتفرق وضعف الأمة، هذا الاختلاف مذموم وغير صحيح، واضح؟ إذن لا يكتفي فقط بهذا، بل ينظر إذا إلى نتيجته. فحينما نقول التفرق ما نقصد به مخالفة أهل البدع، فإن ما في واحد يقول مثلا خلاص إذا لا نبين الحق في مسائل الاعتقاد لأن هذا يفرق الأمة، لا،
نحن ما قصدنا تفريق هذه الأمة، هم اللي فارقوا أصلا. لكن إذا كان أنت بيانك لمسائل الاعتقاد يجعلك تتكبر على الناس وتصبح تشير بالبنان وتقسم الأمة إلى هذا مبتدع وهذا فرقة كذا وهذا فرقة كذا، وتصير جعلك الله حاكم عليهم، وإذا ما تدخل في حزبي وتصبح القضية حزبية وأختام أعطيك ختم بأنك إنسان سلفي وأعطيك ختم بأنك إنسان سني وأنت على العقيدة وأنت ليس، ها ما يصير، ما يمكن. النتيجة حتى لما قام أهل العلم وأهل السنة بالإنكار المبتدع ما أدى إلى تفرق الأمة في هذه الصورة التي نرى بعض الأحيان، واقتتال بعضهم البعض وتكبر بعضهم على بعض. يعني الاختلاف صحيح بين الشوافع والأحناف، هذا له رأي وهذا له رأي، بس إذا أدى إلى أني لا أصلي خلفك ولا أتزوج منك ولا أستجيز لك يعني، وأسعى في نقض مع يعني أمور دينك ودنياك، بل بصل أمر إلى القتل والصلاة في محاريب مختلفة، لا شك أن هذا باطل وهذا الاختلاف غلط ومذموم، واضح؟ وأما كان الاختلاف يؤدي إلى السعة والرحمة والتوسيع على الناس فلا شك، إذا كان سببه صحيح ونتيجته هذه مطلوب هذا الاختلاف لا بأس، بالعكس هذا ليس، هذا الاختلاف رحمة كاختلاف الصحابة رضي الله عنهم مسألة الفقه. ذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله هذا الكتاب جمعها رجل فقال سميته كتاب الاختلاف، قال بل سميه كتاب الرحمة. وعمر بن العيس قال ما وددت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف، بل اختلافهم هذا كان كما فهم من عمر بن العزيز توسع وصارت آراء الناس متفرقة، لا يحمل الناس على قول واحد، رحمة وتوسع. طيب لو واحد يقول لك يا أخي أنا بس هذا أنا سأخالف من أجل وسع على الناس، إيش رأيكم؟ هذا المخالفة مذمومة، ليش؟ لأن سببها مذموم. واحد ما يحدث رأي من أجل بس أن هذا أقصد به الرأي، لا، الدين إذا كان في الدين إحداث قول في الدين يجب يكون مبني على الدليل ومبني على الهوى، هي وعايز أخلي كل واحد مبسوط أروح أجيب لي قول. زي مثلا واحد كنت أشرح لهم خلاف العلماء في النزول على اليدين قبل الركبتين أم النزول على الركبتين قبل اليدين في الهوي من الوقوف إلى السجود حينما تسجد، أيهم يمس الأرض أول، ركبتيك أم يديك؟ وخلاف العلماء في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم على ما يبرك عليه أو كما يبرك البعير، وإيش معنى الخلاف؟ فواحد قال شيخ إيش رأيك؟ قلت ماذا؟ قال خلاص احنا نجيب رأي يغض الطرفين. قلت كيف؟ قلت تنزل على يديك ركبتيك في نفس الوقت، ما يصير هذا، جاب رأي خالف برأي جديد بس عشان يرضي الاثنين، ما يصير، ما يحتمل هذا، نيتك جيدة بس لا تكفي، لابد يكون السبب النظر صحيح وأيضا النتيجة الصحيحة تنتبه إليها. نعم. قال رحمه الله قال فإن قال قائل إن الخوض في مسائل القدر والصفات وشرط الإيمان يورث التقاطع والتدابر والاختلاف، جاب نفس المسألة تكلمنا قبل قليل، فيجب طرحها والإعراض عنها على ما زعمت الجو. هذا كثير، يعني مثلا عندك إخواننا مثلا في جماعة التبليغ لهم كلام مشهور، يقول جماعة التبليغ لما نشأت محمد إلياس رحمه الله لما أنشأ هذه الجماعة عفى الله عنا وعنه، يعني لما أراد رأى الأمة وضعفها وتفرقها وكذا، قالوا إيش الذي يفرق الأمة؟ الفقه، هذا هذا وهذا هذا اختلاف الفقه والعقائد. طيب إيش الأمر اللي يجتمع عليه الجميع؟ الفضائل. فراحوا وقالوا خلاص نترك الفقه على جنب ونترك العقيدة على جنب ونركز بس على الفضائل، فضائل الأعمال، ولذلك كتب فضائل الأعمال وما يتعلق بها وفي الترغيب والترهيب وقصص الصحابة
كندهلوي وغيره، وبدأ يعني التركيز على هذه القضايا. قالوا لأن هذه تفرق العقيدة وما في لها أي حاجة. لا شك أن هذا مسلك غلط، وإن كان هم في غالبهم إحنا متعصبين بعد، لكن على الأقل من هم على نشأ في ديار ما وراء النهر، لكن كثير منهم من في بلاد العرب وغيرهم لا يهتمون بأي مذهب أصلا، ويقولون أن هذا مبني على قضية ترك إيش مسألة تفرق، وخاصة مسألة العقائد تعتبر خط أحمر لا يتكلم عنها ولا لا كذا ولا كذا. ليش؟ لأن تفرق الناس، وهذه الفكرة شائعة شائعة جدا عند كثير من الدعاة، خاصة دعوتهم تقوم على التجميع، لأن فكرة التجميع تجميع الناس بس بغض النظر. لا شك أن جمع الناس مطلب، لكن بس ليس هو المطلب الوحيد، وليس هو مطلب لذاته. تجميع الناس ليس مطلب لذاته، فإذا تحول هذا مطلب لذاته، تحول من كوني وسيلة إلى غاية، صارت مشكلة. طيب لنسمع ماذا قال الإمام رحمه الله. قال الجواب: إنما قلنا هذا في المسائل المحدثة، فأما الإيمان في هذه المسائل فهو من شرط أصل الإيمان، ولا بد من قبوله على نحو ما ثبت فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يجوز لنا الإعراض عن نقلها وروايتها وبيانها لتفرق الناس في ذلك، كما في أصل الإسلام والدعاء إلى التوحيد وإظهار الشهادتين. وقد ظهر بما قدمنا وذكرنا بحمد الله ومنته أنه الطريق المستقيم مع أهل الحديث، أن الطريق المستقيم مع أهل الحديث، وأن الحق ما نقلوه ورووه، ومن تدبر ما كتبناه وأعطى من قلبه النصفة وأعرض عن هواه واستمع وأصغى بقلب حاضر وكان مسترشدا مستهديا ولم يكن متعنتا أمده الله بنور اليقين. يا سلام، هذه عبارة جميلة جدا. قال: من كان مسترشدا مستهديا، يعني طالبا للهداية غير متعنت، واستمع وأصغى بقلب حاضر وأعرض عن هواه وكان منصف، النتيجة إيش؟ أمده الله بنور اليقين، عرف صحة جميع ما قلناه ولم يخفى عليه شيء من ذلك. والله الموفق، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقد أجاب بعض أهل السنة عن قولهم، أن انتقل إلى مسألة الأصلية، لكن أيضا يعني المقصود أن لو قالوا تتفرق الناس من أجل العقائد، هذا يقال حتى عن التوحيد. لا شك أن هذا القرآن فرقان، وأن في النهاية قالوا أن هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم يفرق بين المرء وزوجه، أن هذا الدين يفرق بين الناس، الحق فرقان في النهاية. لكن هو ليس غايتنا التفريق، ليس همنا هذا. إذا حصل هذا بسبب الإعراض عن الحق، فالملامة على المعرض المخالف المنشق، ليس على صاحب الأصل. وقد أجاب بعض أهل السنة عن قولهم، إن الخبر الواحد لا يوجب العلم بجواب آخر سوى ما قلناه، وقد بيناه في كتاب القدر. وإن كان الجواب الصحيح ما ذكرناه، وهو طريق أهل الحق، ولا معدل عن طريقهم، بل نختاره، بل لا نختار عليه شيئا غيره، ولا نطلب طريقا سواه، نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه، وأن يمدنا بتوفيق بعد توفيق. يا سلام، ومن قلو من بتوفيق بعد توفيق من قبله، وأن يجعل ما قصدناه في بيان من بيان الحق لوجهه، وسعينا لطلب ما عنده، وسعينا لطلب ما عنده، وسعينا لطلب ما عنده، إنه عليم قدير وولي كريم. ثم قال رحمه الله، باقي دقيقتين، نقف هنا إن شاء الله. من علامات الفرقة الناجية اشتغالهم بالحديث نقلا وعملا. يا سلام، نقلا وعملا، ليس بس نقلا. نعم، نترك إذا كان في أحد عنده سؤال أو تعليق. سؤال يا شيخ، يبقى معنا كده إذا كان في يعني حاليا رأي عن شيء
جديد يعني، حاجة مش يعني، يعني مثلا زي الأدوية المختلفة الجديدة يعني CBD يعني ويد ومش عارف إيه. إذا كان في رأي أن it's okay يعني، يعني في الحتة دي ممكن نقول مثلا يعني it's يعني to stay away from it is better than to not, even if it's just one person that says it's okay and he's a medical doctor وكذا يعني. أول شيء من جهة الحكم الشرعي لابد أن يسأل أهل العلم، لابد من سؤال أهل العلم، وهنا أهل العلم لابد أن يتوفر فيهم شرطان: العلم بالكتاب والسنة، وأنهم عندهم قدرة على الاجتهاد في المسائل النوازل الجديدة، والثانية أنه عندهم علم بالحالة، عندهم علم بطبيعة هذه الأدوية وتراكيبها وما فيها. فإذا كان هذا المفتي عنده علم بهذين الأمرين، لا يلزم أن يكون متخصصا في الطب والصيدلة، بس عنده علم بهذا الأمر وعنده فهم لطبيعة هذا الدواء، فإن الفتوى يعني ملزمة. طيب، وإذا وجد من هؤلاء عالمين كل منهما رأى رأيا غير الآخر، هذا رأى الجواز وهذا رأى التحريم، فحينئذ نقول الحمد لله الأمر واسع لا ينكر على المخالف، وأنت حينئذ تختار من القولين ما هو، من هو تعتقد في نفسك أنه أتقى وأورع وأعلم. واضح؟ تختار من المفتين من تعتقد أنه أعلم وأورع، أو أورع وأتقى إذا كانوا في رتبة واحدة من العلم والإدراك، وإن كنت لا تعرف من هو الأورع من هو الأتقى فيما يظهر لك، فتأخذ مثلا بخبر من هو ترى أن في أكثر تخصصا وإدراكا لهذا الأمر. تمام، جزاك الله. تنتقل بعدها إلى رتبة أخرى، وهي ترى قد مثلا في نفسك ترى تأخذ الأشد، وعلى غيرك تأخذ بالأيسر، أو إذا كان أيسر في نفسك وأن نفسك أنت، من بعض الناس يعني الشدة ما تصلح معه، إذا شد على نفسه وقسى على نفسه ما تستقيم نفسه، بالعكس العكس هو الصحيح. بعض الناس لا، إذا أخذ بالأيسر في الأقوال والمذاهب نفسه تستفسد ويصير، ليس الصحيح أن الشدة دائما أفضل، وليس الصحيح أن التيسير والتسهيل أفضل، كل إنسان يختلف، فهذه مراتب مختلفة ينظر الإنسان فيها حينما يختار بين أقوال العلماء. صحيح صحيح. نعم نعم، تفضل. هو ايفر رزين الشيخ ابراهيم، تفضل، ما تستأذن الشيخ، تفضل. بارك الله فيك شيخ. شيخ، بما انه يعني we covered it، بس عشان to explain a little bit more، هل يجوز للشيخ او المفتي ان يتمسك برأي فقهي ضعيف او على يعني ليس بقوة، فقط عشان يكون في المسألة لا تكون محسومة مثلاً 100%؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، هذا كلام غير سليم، هذه منهجية غير سليمة. يعني مثلاً سمعت الدكتور، يعني أحسن الله ختامه وغفر له وبارك في علمه، الدكتور يوسف القرضاوي، نعم، قال كلاما عجيبا سمعته من في أمريكا قديم، أول ما جئت إلى أمريكا سئل عن مسألة أخذ القروض الربوية لبين شراء البيوت. طيب، فأجاب جوابا يعني أنا ما زلت إلى يومي هذا متعجب منه، ولا أتفق معه في هذه المنهجية مطلقا. قال كذا: كنت قديما أفتي بتحريم هذا، لأنه كان يوجد من يفتي الناس بجوازه، وهو الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. قال: فلما مات ولم يبقى في الأمة من يفتي بجواز هذا، غيرت قولي لكي أوسع على الناس. هذا عجيب، يعني تبني قول من أقوال لا يوجد في علم أصول الفقه ولا في منهجية الفتوى، هذا أن يكون هذا هو الأصل. طيب،
هذا مو بأصل يبنى عليه. الأصل يبنى عليه الدليل. هو مثلا لو قال عندي مثلا المسألة عندي مسألة، أنا أظن الدكتور يشوف القرضاوي ما يمكن عشان محاضرة عامة ما كان يقصد التدقيق، بس أنا ظني به يعني من إحسان الظن بأهل العلم، إنه المسألة عنده فيها من حيث الأدلة والدلالات واختلاف الفقهاء إن المسألة متقاربة، طيب، وإن فيها نوع من التقارب، ويعني ليس واضح عنده التحريم وليس واضح عنده الحل، واضح؟ فيمكن عشان كذا يغير رأيه. بس لو كانت القضية واضحة جدا عنده التحريم لكنه قلب رأيها للحل بس عشان الناس تستطيع تأخذ بيوت، هذا غلط، وهذا خلاف غير وهذا قول غير مقبول، وهذا قول مردود على صاحبه. لكن لو جاء مثلا مفتي قال لا أنا أرى هذا لأني أرى أن الربا في ديار الكفار لا يؤخذ عليه الإنسان، وأن هذا مذهب فقهي مشهور ومعروف ومقبول عند الأئمة وقول للتابعين، وأن المعنى الذي وراءه هو لأنه ما يمكن تقوم الأمور بدون هذا، يعني تقوم الحياة ومقوماتها بدون هذا الأمر إلى آخر، وهذا رأي أفتى به من الأئمة فلان وفلان والعلماء الكبار، وأرى أن هذا قول له وجاهة ويجوز الفتوى به، ماشي. مثل أيضا واحد يقول لك يا أخي لأنها أمريكا فعشان كذا يجوز، يعني إيش تقصد بأمريكا؟ إن تقصد أن بعض الأحكام تختلف باختلاف الدار، نعم صحيح، القضية ليست متعلقة بأمريكا فقط بس بالأقليات وأحوال، بس هذا مو في نفسه دليل. يعني إذا كان أنت يقوم في قلبك المنع والتحريم ولا ترى أن هذا فيه يعني موجه له آخر، بس تبغى بس تخالف من أجل مخالفة، هذا ما يصير، هذا لا يقبل. ها. جزاك الله خير شيخنا. حازم ياسين أنت جديد علينا يا حازم، حياك الله. وسل الله، من أنت حازم؟ والله يا شيخنا الحبيب أنا من زمان يعني متابعك، كنت أجي أنت دلس فورت وورث يعني، و ما شاء الله أخي عبد الله الجبالي ووالده يعني ما شاء الله، حياك الله حياك الله يا شيخ حازم، أهلا وسهلا بك الله يحييك. سلمان أصبح يلبس فنيلة رقم 8 ما شاء الله، سلمان غني. It's for a different reason, Sheikh. I'm sorry about that. No, you're good. Danish is the same thing, by the way. 14, إن شاء الله. الله يرضى عليكم جميعا. وين يافا؟ ما هي معنا اليوم؟ فاطمة لو تسألين عنها جزاك الله خير. والشيخ المشايخ اليوم كلهم مقاطعين، لكن المشايخ الذين والشيخات التي حضرت فيهم بركة. حنان كانت تقرأ عندنا، ما قرأت اليوم ولا فاطمة ولا أحد، إن شاء الله. I texted earlier to say that I can read, but I think you didn't see it. I'm sorry if I said I would. It's okay. Let you. إن شاء الله next time. Okay. Just say it. لأني حنان لا أقرأ إلا. I just didn't want to interrupt you when you were reading. Okay. الله يا ربي شافي في uncle يافز uncle in the hospital. الله يشافيه ويعافيه ويمسح عليه بيمينه الشافي ويرفعه بالعافية، الله يغفر لنا وله. طيب إن شاء الله take care of yourself guys, stay safe إن شاء الله, stay negative please. يعني صحيح stay negative يعني yeah, يعني don't test positive for the infection. طيب جزاكم الله خير, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.